يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لخوض المواجهة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار مطلع 2024. يلعب المنتخب الوطني أمام منتخب إثيوبيا الجمعة المقبل، وهي المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفراعنة بعد ضمان التأهل للعرس الإفريقي. ولكن ما بين البداية والختام مشوار كبير في تصفيات الكان. مر المنتخب الوطني بتقلبات فنية وإدارية وصلت به إلى مرحلة الاستقرار الحالية مع المدرب روي فيتوريا، والذي تحلم الجماهير المصرية برؤيته يقود الفراعنة لمنصة التتويج التي لم يصعد إليها المصريون منذ 14 عام، عندما فاز المنتخب بلقبه الأخير في كأس الأمم عام 2010. بداية المنتخب في تصفيات كأس الأمم كانت متعثرة بشكل كبير مع المدرب السابق إيهاب جلال، والذي جاء خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، حيث افتتح جلال مشوار التصفيات بفوز صعب بهدف وحيد على منتخب غينيا وسط انتقادات كثيرة حول الأداء. ثم كانت الأزمة الكبرى بعد خسارة الجولة الثانية أمام منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد خارج الديار، الأمر الذي أدى لغضب جماهيري كبير تسبب في الإطاحة بإيهاب جلال بعد أيام قليلة من قرار تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني. بعد رحيل إيهاب جلال ظل اتحاد الكرة يبحث عن خليفته لأكثر من شهر حتى استقر على البرتغالي روي فيتوريا، الذي بدأ من أول يوم مع الفراعنة بسياسات مختلفة عن سابقيه لكنها متقاربة مع مواطنه كارلوس كيروش، الأمر الذي دفع الجماهير للتفاؤل بإمكانية استعادة المنتخب أمجاده مرة أخرى. وبالفعل بدأ فيتوريا مشواره مع الفراعنة بشكل مميز للغاية، حيث فاز على النيجر وديا بثلاثية وكرر النتيجة في الودية الثانية على ليبيريا، حتى جاءت الودية الثالثة أمام المنتخب البلجيكي والتي فاز بها المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، وقدم فيها أداء رائعا ما جعل تفاؤل الجماهير يزيد مع فيتوريا. وفي أول مباراة رسمية للبرتغالي مع الفراعنة نجح المصريون في تصحيح وضعيتهم بمجموعة تصفيات الكان، وفاز على ملاوي في القاهرة، ثم في الجولة الرابعة خارج الديار كرر الفوز على ملاوي ولكن برباعية دون رد، ثم حسم التأهل لكأس الأمم في الجولة الخامسة بفوز خارج الديار أيضا على غينيا بهدفين مقابل هدف، لينجح فيتوريا في مهمته الأولى مع الفراعنة، ويبقى الهدف الأكبر هو الفوز بكأس الأمم في أبيجان والتأهل لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. فهل يفعلها فيتوريا ويستعيد الأمجاد بعد غياب دام 14 عاما عن منصات التتويج؟